خميس المعوالي الذي يقدم موسم ممتاز انضباطي بشكل كبير أداء جيد جدا. سجل الخلود في هذا الموسم تصويبه يا الله. الكثير لم يحسم أم أن هنالك الكثير لم يحسم. عادت ولا زالت خميس المعوالي بتصويبه. عادت عند مؤيد طليحي. مؤيد عرضية جول. تعود عندها خميس المعوالي تلعب في أقصى اليمين
المركز الثامن يا ملان أمير القادسية وبنو قادس. شوفونا خميس يا خميس يا معواني يا معواني.
من حديث ومن تعليمات، وماذا كان لدى نصيف البياوي؟ هل يتكلم إلى خميس المعوالي في وسط الملعب؟ خميس أمامية باتجاه محمد صعان، محمد فهد منيف، صعان هي كرة إلى خميس، تتهيأ الآن إلى العبسي. Bye.
Amazing.